انا حابه اعرف عن برج الاسد عصبيته بتبقى عامله ازاي لما بيبقى عصبي، بيتعامل ازاي مع المواقف؟ ذكي جدا. يعني عصبيته هدوء، بس من جوه بيبقى بيجلي. يعني ودي مش حاجه حلوه. انا دايما لما اتعصب اقلب الترابيزه على الكل واريح نفسي وخلاص على كده. هو العصبيه بتاعه الاسد داخليه، يبقى قاعد عامل كده بركان داخلي جواه. وانت مش فاهمه بيدبر لك حاجه يعني. لا مش هو الاسد ما بيدبرش لحد حاجه على فكره. ما بيعرفش، ولكن هو من جواه بيبقى دايما عنده حته غليان، بركان شويه، بركان داخلي. وليس ولا عايز اقول رغم ان هو من الابراج الناريه ومفروض يبقى عصبي، ولكن العصبيه بتاعته زي سكر. الاسد ده الاسد ده من الرجاله اللي دمهم خفيف جدا، اللطاف اللي تحب تقعدي معاهم. يا باجوري سلم عليك. انا بتكلم بجد والله. لا مش موضوع، لا انا بتكلم بجد يعني. باجوري نفس الكلام، واصحاب الاسد برضه نفس القصه كده. ايوه ده جميل، ده الاسد يعني.